اصحابك في بورسعيد يقدروا يسدوا معانا في الموضوع ده. ما تتصورش يا عمي مدى قدر سعادتي ان انا اشوفك انت بالذات بتسال على الاخوه، عشان انت عارف ومتاكد ان هم الوحيدين القادرين على كتم سر زي ده في الموضوع ده. لا يا فالح، الحكايه مش كده خالص. انا اصلا فكرت ببورسعيد، ما لقيتش ليه اصحاب هناك، وانا عارف انك تعرف الاخوه بتوع بورسعيد، فقلت الجأ لك. ولا انت فاكرني يعني جاي لك عشان تسطر عليا وتضرب لي ورقه عرفي؟ ورقه عرفي؟ عسل يا عمي، والله عسل عسل. يا جدع، هو انا بهزر معاك؟ ده موضوع جد وفي منفعه للناس. الواد شافعي ده واد مش سهل، وانا عارف ان هو شغال في البلاوي السودا دي، وهو عارف ان راجل خرع، فمش هبلغ عنه البوليس. عيب يا عمي، ما تقولش على روحك خرع، انت مهما كان برضو اب. ماني عارف ان زفت اب. دلوقتي احنا عاوزين ندور على رجاله محترمين في بورسعيد يقدروا يخوفوا الواد ده. مش مهم يكونوا اخوه يكونوا اخوات، المهم يروحوا للواد ده يخوفوه ويعرفوه انه ممكن يروح في 60 داهيه. انا بديله فرصه انه يراجع نفسه، لكن قسما بالله لو ركب دماغه وفضل ماشي في اللي هو ماشي فيه ده، لاروح بورسعيد اجيب البت هي وعيالها غصب عنه. طب ايه رايك يا عم نقتله اريح؟ ارحمنا يا رب. ما في ايه يا عم، انت عمرك ما كنت كده. الواحد مش عارف يهزر معاك خالص. مش كفايه ان انت واخدني ومقعدني معاك على القهوه، ولو اي حد من الاخوه عدى ولقطني هيقعد يقطم فيا جمعه. خلاص يا سيدي ما تزعلش، اعتبر الموضوع ده ابتدى، قصدي انتهى. تحب نجم دلوقتي؟ لا دلوقتي ايه، ده يصوت ويعمل لنا غاغة ويقول بيهددوني ويتصل بالبوليس. سبحان الله يا اخي، هو مين فينا اللي المفروض يخاف، احنا ولا هو؟ استهدى بالله يا اخ كني، العملية مش عافية، الموضوع محتاج قليل من الحيلة يا اخوة. وبعدين زي ما فهمكم الشيخ سعيد بالظبط، ولا انتوا نسيتوا الخطة؟ لا يا سيدي فهمنا، بس ما اقتنعناش، وانا شايف ان ده واحد مفسد في الارض ولازم نقيم عليه حد الله. الموضوع ده لازم يخلص دلوقتي، انت ناسي ان هو بيبيع سموم؟ شيت هتسيح. طب انت عايز ايه؟ وانا اخش ابلغه؟ ما مديهاش بقى. تعال بس رايح فين هنا؟ اهدى عليا كده شويه. الله حلمك يا عم الحاج. اطلب لهم البوليس يا استاذ كامل. اطلب البوليس بسرعه. في ايه؟ انا عارف. في مين دول؟ اخ شافع، السكرتيره عايزه تطلب البوليس. ايه رايك؟ نخلي البوليس يجي ويحضرنا ويسمع الكلمتين اللي عايزين نقولهم، ولا تسمعهم انت الاول لوحدك؟ روح يا بنتي ابعتي لنا حد من البوفيه وسيبيني مع الاساتذه في مكتبي. يعني انا شايف قدامي بسم الله ما شاء الله ناس متدينين، وشوش سمحه، دقون، وتقتحموا مكان كده من غير استئذان، دي اداب الاسلام برضو؟ هو اداب الاسلام برضو انك تبيع حبوب مخدره وتموت بيها الناس؟ قالوا لنا برضو انك هتندهش قوي كده، بس احنا ما صدقناش، بس واضح انهم عندهم حق. اسمع اخ شافع، احنا جايين لك من طرف اخوه من منية النصر الداخليه، من عند الدكتور شعبان عبد العظيم صاحب صيدليه النصر، تهيالي عارفه. لو اتصلت بيه الاخوه هناك هيردوا عليك ويقولوا لك ان احنا حاطينه تحت التحفظ. يعني ايه تحت التحفظ؟ في بنت من بنات القريه ماتت بسبب الافراط في الحبوب المخدره، وقبل ما تموت قالت لاهلها هي بتجيب الحبوب دي منين؟ من زبونك الدكتور. واحنا عرفنا بقى انه لو دخل النيابه هيطلع منها زي الشعره من العجين، عشان كده قررنا ان احنا نقيم عليه الحد بانفسنا. برضه انا مش فاهم ايه صلتي بالموضوع ده. ماشي اقول لك، الراجل قرر انه يتعاون مع الاخوه ودلهم عليك، والاخوه اتصلوا بينا علشان احنا نمنع المنكر من منبعه، ومش هنستنى لما حد تاني يروح في داهيه بسبب الحبوب الملعونه دي. مش المفروض برضه انكم ما تسمعوش كلام اي حد؟ يا اخواني يا طيبين، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بارك الله فيك، ربنا يزيدك من علاوه. بس انا هجيب لك اخر الموضوع ده، احنا جايين النهارده بنيه التفاهم والستر للفتح، عشان كده اقول لك على معلومه واحده يا اخ شافع، احنا نعرف عنك كل شيء، كل حاجه، اين تسكن واين تتحرك وتذهب، كل حاجه بعون الله. يعني ايه؟ يعني قدامك مهله لحد ما نخرج من هنا، تفكر وتسيبك من موضوع المخدرات ده خالص. بعدين يا اخي سبحان الله،
ما تجارتك كانت شغالة بما يرضي الله. طمع وحش. بالمناسبة احنا لينا ناس في كل مكان، في المينا، في الجمرك، في قرية البضايع، في كل مكان، واكم من يحب يخدم في البر والطاقة. وبالمناسبة كمان مش شرط يكونوا ملتزمين. برضه أنا مش فاهم أنا مالي بالموضوع ده. أخ شافع، قد أعذر من أنظر، وإحنا بنقيم حدود الله في الأرض على المفسدين. يعني مفسدين؟ هو في إفساد في الأرض أكتر من تجارة المخدرات؟ أنت ما سبتلناش فرصة تانية، خلي بالك. بس أنا شايف عينيك نظرة ندم، عشان كده هديك مهلة أسبوع تفكر فيها. آخرك الأسبوع ده أخ شافع، يا إما تتراجع عن اللي أنت بتعمله وترمي البضاعة اللي موجودة عنك في المخازن، يا إما لا تلومن إلا نفسك. والسلام على من اتبع الهدى. قافل موبايلك ليه؟ ما أنا بصراحة ما بعرفش أكذب على هدى بنتك، بقر وأعترف قدامها على كل حاجة، فقلت أحسن حاجة أقفل التليفون. بس هو حصل إيه؟ راحت المحل وعرفت إنك أنت ما نزلتش النهاردة، مع انك قايلها في التليفون الصبح انك فتحته. طبعا قلبت عليك الدنيا وراحت مكلماك. يا نهار مدوحس، عاجبك كده اللي بتعمليه انت وجوزك؟ قصدي انت وعمي، هتودونا في داهيه. انا هعترف لهدى بكل حاجه. انت جننت يا ولا؟ عايز تخرب بيتين؟ مش احسن ما بيت انا اللي يتخرب عليا وعلى عديلي بقى؟ ما تخافش يا اخويا، بيتك انت مش هيتخرب. خد. اخد ايه؟ خد بايد. بسم الله الرحمن الرحيم. كسحتوني كتكونيله، كسحتوني. اسمع اللي هقولك عليه. انت تطلع على البيت طوال، واول ما تشوف هدى تقول لها انا عرفت انك انت سالتي عليا النهارده في المحل، وتروح مديها ده. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخ يابا، اخ يابا. ايه ده؟ ده الدواء بتاع حماتي اللي رحت اجيبه من اسكندريه. ده أنا دخت عليه دوخة، لفيت يجي 100 صيدلية عبال ما لقيته. بس أنا أول مرة أشوف عند أمي الدواء ده. ده الوجع الكلى. كلى؟ أمي ما عندهاش الكلى، أمي عندها السكر والمرارة والضغط بس. يعني هي جت على الكلى؟ الحكاية وما فيها إن أمك تعبت امبارح وأبوكي جاب لها الدكتور، وهو اللي كتب لهم على الدواء ده، وقال لهم مش هتلاقوه غير في اسكندرية. طب ليه ما كلمتش محمود أو أحمد؟ ما إحنا ما رضيناش نقليهم وننكد عليهم، وأبوكي لو كان إجازة النهاردة كان هو اللي راح جابه، بس الراجل لجأ لي. وعلى فكره محلفني ما تدلكيش سيره يا هدى عشان ما تزعليش، بس انا كنت هعرف منين ان انت هتزوريني في المحل وتجيبي لي اكل معاكي كتر خيرك. او العيال يكونوا كانوا الاكل. ها طب وتقفل الموبايل بتاعك ليه؟ وانت عارفه يا هدى ان انا ما بعرفش اكذب عليك، قلت اخدها من قصيرها بقى واقفل الموبايل. بس ده مش كذب، ده اسمه اصلاح ذات البين، وانت اللي قايل لي الفتوى دي، يعني مش حرام. بس ما جاش في دماغي خالص.